أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي لغات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة في فرع الألجبرا أند الجيومتري. النهاردة إن شاء الله تاني حلقة في المراجعة بالنسبة لنا في الألجبرا والجيومتري. هنبدأ مع بعض الأسئلة المهمة المتداولة في الامتحانات. Example number one: If the equation x plus 2y plus 3z equal 5, 2x minus 3y plus kz equals 13, 3x plus ky plus 2z equals 3 have a unique solution, then k belong to. مديني الاختيارات بتاعتي. اختيار A R, B R difference set negative 1, C R difference 13, D R difference negative 1 and 13. طبعا في الحالة دي لما بيقول لي ان ال 3 equation have unique solution، احنا عارفين يبقى لازم عندي حاجة تتحقق عشان نجيب الحل بتاعنا. احنا اول حاجة بنبحث فيها بجيب الديتيرمن بتاعي بتاع الـ A، بجيب الرانك بتاع A، وبجيب الرانك بتاع الاوجمانتد بتاع الـ A، واشوف لو هما بيساووا بعض بيساوي عدد الفاريبل بتاعي. انا عندي الفاريبل X Y وZ ب3، فرانك الـ A يطلع ب3، رانك الـ A augmented يطلع ب3، يبقى في الحالة دي فعلا هم have unique solution. فاحنا بنجيب الديتيرمن اللي هو 3 by 3، بناخد الـ coefficient بتاع الـ first equation 1 و 2 و 3، و coefficient بتاع الـ second equation 2 negative 3 و k، والثالثة 3 و k و 2. طبعا المفروض ان هي تطلع not equal 0 عشان يبقى الرانك بتاعي 3. لو طلعت بتساوي 0 يبقى الرانك بتاعي من 3 اقل less than 3، هيبقى اجرب 2. فهنا بنشتغل على اساس ان هو طالما ليها يونيك سولوشن يبقى الرانك بتاعي لازم يطلع ب 3، يعني لازم الديتيرمن نوت ايكوال 0. بنفك الديتيرمنز عادي، هيبقى 1 ملتبلاي نيجاتيف 6 ماينس كي سكوير ماينس 2 ملتبلاي 4 ماينس 3 كي بلس 3 ملتبلاي 2 كي بلس 9، والكلام ده لازم يبقى نوت ايكوال 0. بنفك ونجمع لايك تيرمز، يبقى كي سكوير ماينس 12 كي ماينس نيجاتيف 13 نوت ايكوال 0. بنعمل فاكتورايزيشن، هيبقى عندي ال k ماينس 13 و k بلس 1 ايكوال 0 نوت ايكوال 0. يبقى في الحاله دي ال k نوت ايكوال 13 اند ال k نوت ايكوال نيجاتيف 1. يبقى therefore k belong to r difference نيجاتيف 1 اند 13. الاختيار ده اللي هو عندي اختيار نمبر D، يبقى الانسر هنختار letter D اللي هي R difference negative 1 and 13. Another example. In how many ways can a 6 students committee be selected from 20 boys and 10 girls such that the committee is formed from 4 boys and 2 girls؟ في الأول كده بس. تمام، سامع حد بيقول يا مستر لا كومباينيشن، لأن هنا ما ينفعش نعمل تبديل فيها. يعني دي هتبقى عندي ست، مش هتبقى أوردر كبير. تمام، طب إيه اللي هيحصل؟ أنا عايز أختار 6 student من 20، يبقى تبقى 20 C 6. يبقى أول حاجة we can select 4 boys out of 20 boys in a number of ways is 20 C 4. أختار 4 boys من 20، يبقى 20 C 4، يبقى الانسر 4845. بعد كده we can select 2 girls out of 10 girls، يعني انا هختار 2 girls من 10 girls، يبقى 10 C2، يبقى الانسر 45. يبقى انا كده جبت التشويس بتاع البويز 4845 والgirls 45. يبقى the number of ways to select the committee is we can select 4 boys out of 20 and 2 girls out of 10. يبقى ال number of ways هيبقى 4845 multiply 45 يبقى 218025. ده هلاقي الإجابة دي letter A، يبقى بنختار letter A.
Another example. The vector form of the equation of the straight line x plus 3 over 2, 2y minus 1 over 5, 3z plus 2 over 4 is. مديني الاختيارات A و B و C و D. عشان أنا أجيب الفيكتور إيكويشن بتاعتي لازم أنا أحط الإيكويشن دي في الجنرال فورم بتاعتها اللي هي يبقى الـ X و Y و Z. عندي هنا الـ Y في 2 وعندي الـ Z عندي فيها 3. يبقى لازم أنا أبدأ أحطها في الصورة بتاعتي اللي هي الجنرال فورم بتاعتي. هتبقى X بلس Y X بلس 3 أوفر 2 إيكوال Y ماينس هاف أوفر 5 أوفر 2 equal z plus 2 thirds over 4 over 3. يبقى دي أول حاجة من الإيكويشن اللي إداني لازم أنا أحطها في الجنرال فورم. يبقى تاني إيكويشن كان x plus 3 over 2 2y minus 1 over 5 3z plus 2 over 4 دي كده مش الجنرال فورم. يبقى by putting it in the general form then اتفقنا ان انا عند ال y هعمل divided 2 وعند ال z هعمل divided 3. يبقى x plus 3 over 2 y minus half over 5 over 2 z plus 2 thirds over 4 over 3. Then straight line passes through the point negative 3 و half و negative 2 over 3. And is the direction vector. Direction vector d هيبقى 2, 5 over 2 و 4 over 3. هنعمل الكلام ده multiply 6 هتبقى 12 و 15 و 8. Then the equation of the straight line is انا عارف ان هي بتبقى ال r بتساوي ال a في t d. يبقى ال r بتساوي negative 3 و half و negative 2 over 3 اللي هي البوينت والدايركشن بتاعي ال d هيبقى 12 و 15 و 8. يبقى r equal negative 3 و half و negative 2 thirds plus 2 multiply 12 و 15 و 8 وهلاقي ان الاجابه دي موجوده في الليتر دي. Another example. In the expansion of 1 plus x all power 18 according to the ascending power of x, if the coefficient of t 2r plus 4 with tr minus 2 are equal. انا عندي التو تيرمز دول الكوفيشن بتاعهم equal. تو تيرمز t to r plus 4 و t r minus 2 are equal then the value of r is. عايز اجيب ال value of r. فانا اجيب ال coefficient بتاع term t to r plus 4 واجيب ال coefficient بتاع t r minus 2 وهحسبهم ببعض. coefficient of t to r plus 4 هيبقى 18c to r plus 3 اللي هو general form اللي هو ncr. coefficient بتاع 2r minus 2 يبقى 18cr minus 3. يبقى therefore coefficient اللي هو 18c2r plus 3 equals the coefficient 18cr minus 3. انا عندي هنا حالتين احنا عارفينهم. يا اما هنا ال 2r plus 3 equal ال r minus 3 or ال 2r plus 3 plus r minus 3 equals ال 18. احنا بنشتغل على الاحتمالين. يبقى أول حاجة 2R plus 3 equal R minus 3 وفي الحالة دي الـ R equal negative 6 refused. ليه؟ أنت عارف إن الـ R دايما هتبقى longitude to Z positive وحاجة كمان تخلي بالك منها إن الـ N greater than or equal R. ما تنفعش الـ R أكبر من الـ N. فدول حاجتين تخلي بالك وأنت بتحل. فطالما الـ R طلعت بالنيجاتيف يبقى refused. طب الاحتمال التاني إن 2R plus 3 plus R minus 3 equals 18 يبقى الـ R هتطلع equal 6. الإجابة 6 اللي هي letter A. Another example. If the value of the determinant 1CX AC plus AB 1AY AB plus BC 1AB plus BC plus CA equal 0 then X plus Y برضه مدين الأربع اختيارات A B C plus A C B B plus C C A plus C D D plus A. طيب أنا عشان أشتغل على الديترمنت وأحل المسألة بنحاول نستخدم البروبرتيز بتاعت الديترمنت اللي هي يا إما رو بيساوي رو أو كولم بيساوي كولم ومن إيه في الحالة دي عارف إن هي طبعا طالما إيكوال 0 لازم يبقى فيه رو بيساوي رو
او كولم يساوي كولم. طيب احنا هنا نعمل ايه؟ هنعمل by adding second row second column مع third column، يبقى نعمل C2 plus C3، يبقى عندي 1 و CX CX plus AB plus BC second row 1 AY YA plus BC plus AC third row 1 AB plus BC plus CA plus AB equals 0. تاني طالما determinants equals 0 يبقى لازم يكون عندي row بيساوي row او column بيساوي column. طب هنا هيبقى الرو عندي بيساوي رو. لو احنا خدنا الفيرست رو والسكند رو باي كومباريزون هلاقي ان سي اكس بتساوي الاي سي. سي اكس بتساوي الاي سي، يبقى في الحاله دي الاكس بتساوي الاي. وهلاقي ان الاي بي بتساوي الواي اي. يبقى الواي بتساوي البي. يبقى اكس بلس واي ايكوال اي بلس بي اللي هي انسر لتر دي. فهمنا الفكره بتاعت السؤال؟ هو اصلا بيقول لي determinants equal zero. determinants equal zero بيتحقق لو عندي رو بيساوي رو او كولم بيساوي كولم. فانا سويت الرو الاولاني الفيرست رو بالسكند رو. باي كومباريزون بالمقارنه ان احنا نشوف الاقي عندي الاي بي ثابته فوق وتحت، البي سي ثابته، يبقى السي اكس مع الاي سي والاي بي مع الواي اي. يبقى اكس بلس واي equal A plus B. Another example. F 2N plus 1 BN minus 1 ratio 2N minus 1 BN equal 3 ratio 5 then the value of N. احنا عارفين الرول بتاعت البرميوتيشن N BR equal factorial N على factorial N minus R. ده اللي انا هشتغل عليه. بشتغل على الاولانيه والثانيه بنفس الرول. ونكمل بقى نعمل المساله كروس مالتيبليكيشن ونشوف ال n بيساوي كام. عندي سنس ال 2n بلس 1 b n ماينس 1 ريشيو 2n ماينس 1 b n ايكوال 3 ريشيو 5. الاولانيه 2n بلس 1 b n ماينس 1 هيساوي فاكتوريال ال n بتاعت اللي هي 2n بلس 1 اوفر فاكتوريال 2n بلس 1 ماينس n ماينس 1 اللي هي تطلع فاكتوريال n بلس 2. عارف الريشيو ان هي ديفايدد هنحولها لمالتبلاي. يبقى عندي الثانيه هتبقى فاكتوريال n ماينس 1 اوفر فاكتوريال 2n ماينس 1 ايكوال 3 اوفر 5. بنحاول طبعا نعمل سمبليفاي ان انا بوصل شكل للتاني. انا عايز اوصل الفاكتوريال 2n بلس 1 لفاكتوريال 2n ماينس 1. فطبعا من الرول بتاع الفاكتوريال هطلع الفاكتوريال وانقص منه 1. يبقى عندي 2n بلس 1 المفروض فاكتوريال 2n بعد كده هطلع 2n يبقى 2n بلس 1 في 2n فاكتوريال 2n ماينس 1 وهقف الجزء ده كده اوفر اللي تحت برضه عايز اوصله فاكتوريال n ماينس 1 يبقى n بلس 2 ملتبلاي n بلس 1 ملتبلاي n فاكتوريال n ماينس 1 ملتبلاي فاكتوريال n ماينس 1 اوفر فاكتوريال 2n ماينس 1. هنعمل سمبليفاي يبقى فاضل لي 2n بلس 1 ملتبلاي 2 اوفر n بلس 2 ملتبلاي n بلس 1 ب 3 over 5. cross multiplication يبقى 3 multiply n square plus 3n plus 2 equal 10 multiply 2n plus 1. يبقى 3n square plus 9n plus 6 equal 20n plus 10. يبقى therefore equation 3n square minus 11n minus 4 equal 0. by factorization هيبقى ال n equal 4. يبقى الإجابة letter B. Another example. The two square roots of the number 1 over root 2 1 plus i in the trigonometric form are space and space. الاختيارات برضو A و B و C و D زي ما قدامنا كده. طبعا انا عشان احول الشكل اللي قدامي ده لتريجونومتريك فورم احنا بنجيب حاجتين. اول حاجة انا عايز اجيب الثيتا. والثيتا بجيبها من هنا من الايكويشن اللي هو مدهاني اللي هي يا اما بجيب التان اكس على واي او ساين وكوساين عادي. انا عندي الزد 1 على روت 2 1 بلس اي. يبقى انا كده عرفت ان الار اللي هو المودلس اوف زد هيبقى السكوير روت 1 اوفر روت 2 بلس 1 اوفر روت 2 اول باور 2 ده وده، يبقى يطلع الار ب 1. وثيتا هتبقى
الساين بتاعتي 1 اوفر روت 2 والكوزاين 1 اوفر روت 2 يبقى ثيتا ايكوال 45. يبقى الزد بتساوي كوزاين 45 بلس اي ساين 45. دي الزد. احنا عايزين السكوير روت للزد. يبقى حسب الفورمولا اللي احنا واخدينها هتبقى كوزاين ثيتا بلس ان ملتبلاي 360 اوفر 2 لان هنا السكوير روت. لو كان كيوبيك روت يبقى اوفر 3 ان سو اون. احنا فاكرين الرول بتاعتي. طيب واي ساين ثيتا بلس 360 في الان اوفر 2 برضو. انا عندي ثيتا 45 يبقى انا عندي كوزاين 45 بلس 360 ملتبلاي ان اوفر 2 بلس اي ساين 45 بلس 360 ملتبلاي ان اوفر 2. هنا الام بنعوض عنها ب 0 1 اللي هم less than 2. لو كيوبيك روت اعوض ب 0 1 و 2، لو فورس روت اعوض ب 0 1 و 2 و 3 and so on. يبقى انا عندي هنا 2 سولوشن، حلين او 2 روتس زد 1 وزد 2. زد 1 هعوض عن الان ب 0 هتطلع كوزاين 45 اوفر 2 بلس اي ساين 45 اوفر 2 اللي هي كوزاين باي اوفر 8 بلس اي ساين باي اوفر 8. زد 2 ان انا هعوض عن الان ب 1 يبقى كوزاين نيجاتيف 315 اوفر 2 بلس اي ساين نيجاتيف 315 اوفر 2 اللي هي كوزاين نيجاتيف 7 باي اوفر 8 بلس اي ساين نيجاتيف 7 باي اوفر 8. يبقى انا كده عندي الشكل اللي انا جبته التو سولوشن هلاقيه موجود في الليتر اي هو اللي هيبقى فيه كوزاين باي اوفر 8 بلس اي ساين باي اوفر 8 وكوزاين نيجاتيف 7 باي اوفر 8 بلس اي ساين نيجاتيف 7 باي اوفر 8. Another example, ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle with side length 8 cm. Then, 2 vector AC dot 3 vector CB equal. مديني برضو للتشويز. هنا عايزين 2AC dot 3CB. طبعا المسألة دي الأول لازم نعمل لها رسم عشان أفهم الحل. أنا عايز الفيكتور AC وعايز الفيكتور CB. يبقى أنا كبدا برسم equilateral triangle ABC. اللينس بتاع السايد بتاعه 8. الـ AC فيكتور والـ CB فيكتور الأنجل بينهم طبعا 120 لأنها exterior equilateral triangle. طيب 2AC dot 3CB هتبقى 2 multiply 3 normal AC multiply norm CB cosine ال included angle اللي هي 120. طبعا 2 multiply 3 ب 6 وال AC multiply CB ب 64 عشان 8 multiply 8 وcosine ال 120 بنيجاتيف اوف يبقى الانسر هيبقى نيجاتيف 192. نيجاتيف 192 اللي هو لتر بي. يبقى احنا بنختار لتر بي. طبعا مساله جميله وسهله فكرتها بسيطه. Another example. If the two spheres x minus 3 power 2 plus y power 2 plus z minus 3 power 2 equals 16 and x plus 1 power 2 plus y minus 4 power 2 plus z minus k power 2 equal 25 are tangential, then the real value of k is. طبعا انا عارف هنا في التو spheres طالما هما tangential يبقى انا عندي حالتين يا اما هما touch externally or touch internally. لو هما touch internally يبقى ال mn اللي هو line of centers بيساوي R1 minus R2. لو هما touch externally يبقى ال MN R1 plus R2. يبقى أنا بجيب هنا السنتر بتاع كل سفير. السنتر الأولاني بتاع الفيرست سفير هيبقى 303 والسنتر الثاني هيبقى negative 1 و 4 و k. الفيرست سفير الراديوس 4 والسكند الراديوس 5. يبقى انا عندي الام
center 303. ال R 1 equal 4. ال N center negative 1 و 4 وk. وال R 2 equal 5. ال M N اللي هو line of centers اللي هي distance between center M و center N يبقى ال square root يبقى 16 plus 16 plus k minus 3 all power 2. في حالتي عندي الحاجتين يا اما touch externally او internally بانا بجهز r1 plus r2 هيطلع 9 و r1 minus r2 هيطلع 1. طيب لو هما التو spheres touching internally يبقى ال mn equal r1 minus r2 يبقى ال square root ل 32 plus k minus 3 all power 2 equal 1. Pi squaring, يبقى therefore 32 plus k minus 3 all power 2 equal 1. يبقى therefore k minus 3 all power 2 equal negative 31 وده refused. يعني ما عنديش square root لعدد negative فهنا دي refused. يبقى عندي الحالة التانية اللي هما two sphere يبقى touching externally. In this case, line of center mn equal r1 plus r2. يبقى therefore square root 32 plus k minus 3 all power 2 equal 9 by squaring 32 plus k minus 3 all power 2 equals 81. يبقى k minus 3 all power 2 equal 49. يبقى k minus 3 equal 7 or equal negative 7. k minus 3 equal 7 يبقى k equal 10. k minus 3 equal negative 7 يبقى k equal negative 4. يبقى الانسر بتاعي اللي هو الـ k equal 10 or negative 4 موجود letter C. يبقى أنا كده جبت الإجابة بتاعتي هختار letter C. Another example. In the expansion of x plus a power n, according to the descending power of x, if t4 is the 15th term from the end, then ال n equal t4 is t15 from the end. يبقى ال n equal. طيب احنا بنقول بقى كده طالما عندي t4 from the beginning equals t15 from the end. يبقى t4 in the expansion x plus a power n equals t15 in the expansion a plus n a plus x power n. وبنجيب ال general term بتاع اللي هو t15 يبقى عندي nc3 a power 3 x power n minus 3 equal nc14 x power 14 a power n minus 14. يبقى therefore nc3 بتساوي nc14. احنا جبنا t4 from the beginning في الاكسبنشن x plus a power n وجبنا t15 from the end في الاكسبنشن a plus x power n. يبقى عندي nc3 a power 3 x power n minus 3 بيساوي nc14 x power 14 a power n minus 14. طالما الاثنين ايكوال يبقى عندي nc3 ايكوال nc14. طبعا احنا لسه قايلين الكلام ده طالما nc بيساوي nc عندي حاله من الاثنين قلنا يا اما ال a ال3 اللي هي ال r هنا بتساوي ال x هنا او ان ال r1 plus r2 ايكوال ال n. فهنا يبقى 3 plus 14 ايكوالز ال n يبقى ال n ايكوال 17 اللي هي letter b. Remark, we can take a power 3 equal a power n minus 14. برضه عندي البيس بيساوي البيس يبقى الباور بيساوي الباور يبقى n minus 14 equal 3 يبقى n equal 17. في الحالتين بجيب ال n والليتر b. Another example بيقول لي f1 وأوميجا أوميجا سكوير are the cubic roots of unity, then the expression 14 plus 6 omega plus 21 omega square over 8 omega square minus 7 equal.
هنا سؤال زي ده أفكر فيه إزاي؟ 14 بلس 6 أوميجا بلس 21 أوميجا سكوير أوفر 8 أوميجا سكوير ماينس 10. أول حاجة إحنا هنكتب ال 14 بنيجاتيف 14 أوميجا سكوير ماينس 14 أوميجا. يبقى ال 14 بلس 6 أوميجا بلس 21 أوميجا سكوير اوفر 8 اوميجا سكوير ماينس 7. ال 14 هنكتبها نيجاتيف 14 اوميجا ماينس 14 اوميجا سكوير. طبعا حد هيسال طب يا مستر ليه؟ احنا عارفين لو خدنا نيجاتيف 14 كومن هيبقى لي اوميجا بلس اوميجا سكوير، والاوميجا بلس اوميجا سكوير بنيجاتيف 1 ترجع تاني 14. طب انا عملت ليه برضو كده؟ عشان يبقى انا عندي هنا في حاجات كومن لايك تيرم اوميجا مع اوميجا واوميجا سكوير مع اوميجا سكوير. لان في الوضع الاساسي 14 بلس 6 اوميجا بلس 21 اوميجا سكوير مش هعرف اشتغل عليه. طيب بعد كده بنجمع لايك تيرمز نيجاتيف 14 اوميجا بلس 6 اوميجا بنيجاتيف 8 اوميجا، ونيجاتيف 14 اوميجا سكوير بلس 21 اوميجا سكوير هدينا بلس 7 اوميجا سكوير اوفر 8 اوميجا سكوير ماينس 7. برضو كده في حاجه مش مظبوط. اكمل ازاي؟ انا لازم اخلي كومن في كومن فاكتور بتوين النومريتور والدينومينيتور. هنشيل الاوميجا ونحط مكانها اوميجا باور 4. عارفين الاوميجا باور 4 ايكوال اوميجا. يبقى هيبقى عندي نيجاتيف 8 اوميجا باور 4 بلس 7 اوميجا سكوير على 8 اوميجا سكوير ماينس 7. في الحاله دي اقدر اخد كومن فاكتور نيجاتيف اوميجا سكوير. يبقى الكلام ده ايكوال نيجاتيف اوميجا سكوير multiply 8 اوميجا سكوير ماينس 7 اوفر 8 اوميجا سكوير ماينس 7. After reducing الكلام ده ايكوال نيجاتيف اوميجا سكوير، فهلاقي الكلام ده موجود في letter C. يبقى الانسر بتاعي هنختار letter C. فهمنا الفكرة يا شباب؟ يبقى القصة كلها كانت في الأول إن أنا أكتب ال 14 نيجاتيف 14 اوميجا ماينس 14 اوميجا سكوير وبجمع like terms. بعد كده لقيت عندي الاوميجا والاوميجا سكوير مش زي تحت، بنخلي الاوميجا اوميجا باور 4 ناخد كومن فاكتور. خلصت المثال. اكزامبل اف زد كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. زد كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. زد 1 ايكوال 1 بلس زد على 1 ماينس زد. زين زد 1 ايكوال. الاختيارات بتاعتي ايه؟ كوتان ثيتا اوفر 2 ولا 2 اي كوتان ثيتا اوفر 2 ولا تان ثيتا اوفر 2 ولا 2 اي تان ثيتا اوفر 2. طيب مبدئيا هنفكر ازاي؟ تمام، هنعوض على طول عن الزد بالقيمه بتاعتها. يبقى انا الزد 1 هتبقى 1 بلس كوزاين ثيتا بلس اي ساين ثيتا 1 ماينس كوزين ثيتا ماينس اي ساين ثيتا. ونبدا بقى نشتغل. يبقى زد 1 ايكوال 1 بلس كوزين ثيتا بلس اي ساين ثيتا 1 ماينس كوزين ثيتا ماينس اي ساين ثيتا. طب هنعمل ايه؟ عندي كوزين ثيتا واي ساين ثيتا، هنراجع بقى الترجنومتري بتاعتي. الكوزين ثيتا هعوض عنها ب 2 كوزين سكوير ثيتا اوفر 2 ماينس 1. يبقى كوزين ثيتا هنشيلها ونعوض 2 كوزين سكوير ثيتا اوفر 2 ماينس 1. والساين ثيتا هنعوض عنها ب 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزين ثيتا اوفر 2. يبقى ده في النيموريتور شلت الكوزين وشلت الساين. طيب في الدينومينيتور هنشيل الكوزين ونعوض عنها ب 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا اوفر 2. وهشيل الساين واعوض عنها بنفس الرول 2 ساين ثيتا اوفر 2 كوزين ثيتا اوفر 2. يبقى انا هنا من معرفتي بالقانون بتاع الكوزين 2 ثيتا هي ليها ثلاث اشكال احنا عارفينهم، اللي هي كوزين سكوير ثيتا ماينس ساين سكوير ثيتا او 2 كوزين سكوير ثيتا ماينس 1 او 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا. هنا عشان هي ثيتا بس يبقى الكوزين ثيتا 2 كوزين سكوير ثيتا اوفر 2 ماينس 1 عادي. طيب يبقى زد 1 ايكوال من فوق كده هناخد طبعا ال1 هيروح مع ال1 وهاخد 2 كوزين ثيتا اوفر 2 كومن فاكتور هيبقى لي
cosine theta over 2 plus I sine theta over 2. وتحت هاخد 2 sine theta over 2 common factor هيبقى لي sine theta over 2 minus I cosine theta over 2. هنعمل الكلام ده multiply ال I over I. طبعا cosine theta over 2 على sine theta over 2 بكوتان theta over 2. يبقى أنا عندي كلام هيبقى ال I في الكوتان theta over 2 هتبقى 2 I cosine theta over 2. وعندي cosine theta over 2 plus I sine theta over 2 over cosine theta over 2 plus I sine over 2. طبعا يحصل simplify البراكت مع البراكت يتفضل لي في الآخر 2 I cotan theta over 2 اللي هي الأنسر letter B. يبقى أنا في المسألة هنا مهم جدا الرول بتاعة الترجنومتري اللي احنا واخدينها. Another example. The radius length of the circular sector of the sphere x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z equal 20 the plane x plus 2y plus 2z equal 15 is. يا ترى الراديوس لينس بتاع السيركولر سيكتور هيبقى 7 ولا روت 7 ولا 4 ولا 3. برضه في المسألة زي كده لابد ان انا هعمل رسم عشان اعرف اشتغل. عايز الراديوس لينس للسيكتور اوف اسفير مع بلين عمل كات للسيركل للسفير. فده الرسمة بتاعتي كده دي السفير وفي سيكتور قطع السفير طبعا بيبقى قاطعها في ايه؟ في سيركل وده السيكتور بتاعي اللي انا عايز اجيب الريدس بتاعه. السيكتور is a circle of center n and the radius an. طيب والاي ام ده السنتر اللي الريدس بتاع السفير وهو قايل ان هو من الايكويشن بتاعته 5. ال MN is the length of the perpendicular from the center. هنعوض في القانون بتاع ال perpendicular من point على straight line. طبعا انا عندي هنا ال coefficient بتاع ال x ب 0 عشان ما فيش x. coefficient بتاع ال y اللي هي السنتر بتاعي اللي هي negative half coefficient of x negative half coefficient of y negative half coefficient of z. يبقى هتبقى 0 نيجاتيف 1 و2. ده السنتر بتاعي 0 و1 و2. والايكويشن بتاع الستريت لاين اللي هي x بلس 2y بلس 2z. هنعوض عن الاكس والواي والز بال 0 و1 و2. يبقى 0 ملتبلاي 1 بلس 2 ملتبلاي 1 بلس 2 ملتبلاي 2 ماينس 15 اوفر النورم بتاع ال a 1 سكوير و2 سكوير و2 سكوير الكلام ده ايكوال 3. يبقى انا من عندي من الرسم عندي ال AM ايكوال 5 وعندي ال MN ايكوال 3. هنجيب ال AN اللي هو الراديوس بتاع السيكتور من بايثاغراس. يبقى عندي السكوير روت ل AM سكوير بلس MN سكوير ماينس MN سكوير. يبقى 25 ماينس 9 ايكوال 4. يبقى ال AN equal AM square minus MN square equals 25 minus 9 equals 4. يبقى احنا كده جبنا ال radius length بتاع السيكتور 4 سنتيمتر. Another example. If the plane 3x plus 2y plus 4z equal 12 intersects the coordinates axis x y و z at the point a و b و c respectively then the area of a triangle ABC equal. اديني بلين الايكويشن بتاعته 3x plus 2y plus 4z equal 12 تعمل انترسكت مع الكوردينيتس اكسس x y و z في a و b و c. هو عايز يجيب الاريا بتاع التريانجل ABC. بديه ان لما اعمل انترسكت مع الx يبقى تبقى x و 0 و 0 والواي 0 واي و0
والزد 0 0 z. احنا بنجيب الايكويشن 3x plus 2y plus 4z equal 12، نعمل divide 12، يبقى ال x over 4 plus y over 6 plus z over 3 equal 1. يبقى ال a ال x بتاعت 4 يبقى 4 و 0 و 0، وال b ال y ب 6 يبقى 0 6 و 0، وال c 0 0 و 3. دول ال vertices of a triangle ABC. طيب احنا بنجيب ال vector AB، يبقى b minus a هيبقى negative 4 و 6 و 0، وبجيب bc يبقى c minus b 0 minus 6 و 3. بعد كده بنعمل ال ab cross bc. ليه؟ عشان الاريا بتاع التريانجل هتبقى half determine ab cross bc. طيب بنكتب ال determine بتاع i وال j وال k، بكتب الفيكتور AB نيجاتيف 4 و 6 و 0، وال BC 0 نيجاتيف 6 و 3، اللي يبقى ايكوال 18 دايركشن I بلس 12 دايركشن J بلس 24 دايركشن K. يبقى النورم بتاع ال AB كروس BC يبقى السكوير روت 18 باور 2 بلس 12 باور 2 بلس 24 باور 2، يبقى ايكوال 6 روت 29. الاريا بتاع الترينجل ABC هاف النورم بتاعي الديترمن، يبقى هاف ملتبلاي 6 روت 29 هيطلع 3 روت 29. 3 روت 29 اللي هي الانسر لتر سي. يبقى احنا كده جبنا الاريا بتاع التريانجل. نظر اكزامبل، ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين ذا ستريت لاين. Measure of the angle between the straight line L x minus 3 over root 2 y minus 1 over 1 z plus 2 over negative 1 and the plane root 2 x minus y minus z plus 5 equal 0 is. يا ترى الإجابة 60 or 30 or 45 or 90. برضه في مسألة زي كده محتاج رسم توضيحي عشان اشرح. عندي هنا الدايركشن فيكتور اوف ذا ستريت لاين، اللي الدي هتبقى روت 2 1 ونيجاتيف 1، يبقى نورم الدي هيبقى ايكوال 2 اللي هي السكوير روت لروت 2 باور 2 بلس 1 باور 2 بلس نيجاتيف 1 باور 2، يطلع 2. النورمال اوف ذا بلين ان اللي هو روت 2 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، يبقى الديترمن النورم بتاع الان هيبقى ايكوال 2. كوزاين الانجل ثيتا اللي هي ابسوليوت الدايركشن فيكتور دي دوت النورم ان اوفر نورم الدي ملتبلاي نورم الان. يبقى عندي 2 minus 1 plus 1 over 2 multiply 2 يطلع half. طيب مين اللي الكوزاين بتاعتها بهاف؟ يبقى ثيتا equal 60. خلي بالك ثيتا دي الانجل بتوين الدايركشن فيكتور دي والنورمال ان، لكن انا عايز الانجل بتوين الستريت لاين والبلين اللي هي الالفا. يبقى هنا الالفا، انا عارف ان ده الان بيربنديكولار على البلين، يعني الانجل 90. لما هشيل من 90 60 يبقى الالفا بيساوي 90 ماينس ثيتا ماينس، يبقى 90 ماينس 60 ايكوال 30 لتر بي. Another example. يقول لي the length of the perpendicular drawn from the point 2 1 negative 4 to the straight line r 1 negative 1 و 2 plus T multiply 2 3 negative 2. أتدرى الإجابة A ولا B ولا C ولا D. طب ما إحنا الأول هنجيب اللينس برضو بالرول اللي إحنا خدناها بتاعتي. عندي هنا ال D اللي هي 2 و 3 و negative 2. Let B belong to L
اللي هي هتبقى 1 ونيجاتيف 1 و2، يبقى عندي الـ AB هيبقى B ماينس A هيطلع نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 6. نورمال AB هيبقى السكوير روت 1 بلس 4 بلس 36 هيبقى روت 41. البي سي بقى هو اللينس بتاع البروجيكشن اوف اي بي اوفر ان. البي سي هجيب اللينس بتاع البروجيكشن اوف اي بي اون ال ال، يبقى اللينس بتاعها هيبقى اي بي ضد الدي على نورم الدي، اللي هو اللينس بتاع البروجيكشن يبقى اي بي ضد دي على نورم الدي، يبقى نيجاتيف 2 ماينس 6 ماينس 12 اوفر السكوير روت 4 بلس 9 بلس 4، يبقى الانسر 21 اوفر روت 17، ده اللينس بتاع البي سي. انا عايز الاي سي برضه من بايثاغورس، هيبقى الاي سي بيساوي الاي بي سكوير ماينس بي سي سكوير، يبقى 41 ماينس 400 اوفر 17 هيطلع 4.17. الاجابه دي ريتر اي، يبقى احنا حلينا المساله والتشويس بتاعي طلع ليتر اي. بس طبعا في كذا مساله كده الرسم مهم وضروري عشان يوضح. Another example. The equation of the sphere. Equation of the sphere whose center lies on the y axis and touches the x axis plane, xz plane, and it is four lengths unit away from it is. عايز ال equation بتاع السفير السنتر بتاعها على الواي اكسس وبتعمل تاتش للاكس زد بلين وبتبعد عنه 4 يونت. يا ترى برضو ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ نحل المساله ونشوف الاختيار. اول حاجه انا عندي الار ايكوال 4، الار بتساوي نورم الواي او ابسولوت الواي، يبقى الواي ايكوال يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف 4. يبقى انا عندي هنا السنتر بتاعي حاجتين، يا اما في الجزء البوزيتيف للواي اكسس يا اما في الجزء النيجاتيف للواي اكسس. طيب يبقى السنتر بتاعي يا اما 0 4 و0 اور 0 نيجاتيف 4 و0. يبقى انا عندي تو ايكويشن، هيبقى اكس سكوير بلس واي ماينس 4 باور 2 بلس زد باور 2 ايكوال 16، or x square plus y plus 4 all power 2 plus z power 2 equal 16. وهلاقي ان الاجابه دي هي letter A. يبقى انا عندي هنا letter A. The last example، اخر حاجه في مراجعتنا النهارده واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. F determine sin 20 minus sin 10 cosine 20 cosine 10 equals omega square x plus omega x، يبقى زين ال x equal. يا ترى root 3 over 2 negative half half negative 1. طبعا مسألة تعتبر بسيطة ومباشرة. أول حاجة هنفك الديترمنت، هيبقى sin 20 multiply cosine 10 minus cosine 20 multiply negative sin 10، ونشوف ده بيبقى شكله ايه. عندي sin 20 cosine 10 plus sin 10 cosine 20 equal omega square x plus omega x. الشكل ده من الترجنومتري اللي هو sin cosine cosine sin، اللي هو بيبقى sin sum of two angles، يبقى sin 20 plus 10 يبقى 20 plus 10 sin 30، يبقى sin 30 x multiply omega square plus omega. وانا عارف ان omega square plus omega بنيجاتيف 1 وsin 30 بهاف، يبقى therefore ال half equal negative x، يبقى معنى كده ان ال x equal negative half، وده الاختيار letter B. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كل التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق وربنا معاكم. كل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، وتمنيات لكم جميعا بالتوفيق.